خلونا نروح للشاب الجميل إبراهيم صلاح اللي عمل من إطارات السيارات المستعملة تحفة فنية جميلة، وهي مجسم لجودزيلا الجديدة. الأعمال دي اللي بتكون مميزة وبيعجب بيها السياح جدا جدا جدا، وبيحبوا كمان يتصوروا معاها زي ما انتم شايفين كده في الصوره. والجميل ان المجسم اللي عمله ابراهيم هو نفذه من اكتر من 200 قطعه من اطارات السيارات القديمه، نفذه بشكل مبهر الحقيقه، وده كان على مدار 27 يوم. عموما خلونا نعرف بقى كواليس اكتر عن المجسم وردود الافعال عليه من المبدع ابراهيم صلاح صاحب الفكره والمنفذ للفكره. صباح الورد عليك يا ابراهيم. صباح الفل يا فندم. في البدايه بقى تقول لنا، يعني بنحييك طبعا على الدقه في التنفيذ هذا التصميم، وعايز اعرف برضو انت بتشتغل، يعني مجالك ايه وازاي جات لك الفكره؟ هو انا مجالي وشغلي انا فنان حر عامه، نحات بنحت على خامات متعدده زي الجبس، الاسمنت، الطين الاسواني، الحجر الجيري. اتجهت الفن الخرده او فن اعاده التدوير عامه، ده فن معروف على مستوى العالم، اللي انا يعني اغير الخامه اللي انا اشتغلت بها فتره كبيره جدا. والموضوع عندي موهبه، وبعد كده كملتها بدراسه كده عن طريق الانترنت. لقيت ايه الاصعب بقى؟ يعني انت ما عملت الشيفت من الخامات المتعارف عليها او اللي انت متعود عليها، لان انت تعمل شيفت لخامات اللي هي اعاده التدوير، كانت اصعب في التنفيذ ولا اسهل من الاساسي؟ لا اصعب طبعا، وخاصه الخامه اللي بدات بيها كانت الحديد. بعد كده طورت من الموضوع اكتر لان استغل اطارات السيارات، القطع دي من الخامات الصعبه جدا في النحت او التشكيل. طب القطعه دي خدت وقت قد ايه؟ يعني جودزيلا او الديناصور اللي في الصوره ده خد منك وقت قد ايه عشان تطلعه بالشكل ده؟ هو كانت البدايه صعبه جدا، يعني اول عمل كان غوريلا، بعدها كانت التمثال جودزيلا. ده الوقت في التنفيذ قياسي جدا، الحاجات دي بتاخد من 3 شهور لاربع شهور. من 3 شهور لكن انا الحمد لله بتاخد وقت كبير جدا، لكن مع الاستمراريه اتفوقت على الموضوع اكتر وخلصته في رقم قياسي 27 يوم بالتجميع والتقطيع. وعملت لوحدك؟ انت عملت ده لوحدك ولا كان في ناس بتساعدك في الموضوع؟ هو الموضوع بيقوم عليا شخصيا، يعني كرسم كتخطيط الموضوع بيبقى كله مجهود مبذول كله لوحدي، يعني بتعب فيه تماما. والحمد لله يعني الموضوع جالي دعم من الاستاذ محمد صاحب منتجع سياحي في مدينه دهب، هو اللي رحب بالفكره وشجعني ان انا انفذ له شغل في المكان هناك. يعني جمعت 200 قطعه كاوتش قديمه ازاي؟ الورش اللي هي بتصلح الاطارات السيارات التالفه والحاجات دي، بيبقوا عندهم كميات مركونه مش لاقي لها مصدر تاني يطلعوا منها، لغايه ما يجي له مكان او ورشه تصنع او بتقطع الكاوتش ده للمصانع. مش طب بس كمان ريسايكلينج، مش بس. طب بعد الجودزيلا والحاجات الجامده دي هتعمل ايه بقى؟ بتحضر لايه؟ ايه الشخصيه اللي الشخصيات كتير عامة يعني، بس عامة أنا حابب الاتجاه دلوقتي المدن السياحية، مثلا شخصيات عن هوليوود، الحاجات الخيالية زي عملت كينج كونج، بعد كده جودزيلا، ممكن شخصية باتمان برضو بيليق على الحاجات دي، التنين، حاجات اللي هي أشكال مختلفة ومميزة وفي نفس الوقت يليق عليها فكرة اللي هي خامة الكاوتش بتاع العربيات، لأنها خامة معروفة ومنتشرة بشكل وحش، فلو طلعت بشكل مجسم مش كويس ممكن الناس تلقائي ما تحبش المجسم او الشكل ده بالخامه دي تماما يعني، فانا لازم اختار الشكل بحيث الناس تتقبل الخامه دي فيما بعد ان هي تكون مجسمات وديكورات في الاماكن العامه. انا عندي فضول اعرف الكواليس، يعني حاجه بالحجم ده، هل انت كان عندك مكان وانت بتعملها مثلا جواه، ولا جمعتها حته حته وبعدين لزقتهم في بعض، ولا يعني عندي فضول اعرف، لان انت عامل ده لوحدك وده حاجه ضخمه، يعني جودزيلا انا شايفاه انت جنبه يعني قد رجليه مثلا، فدي حاجه مش بسيطه. هو ارتفاعه يعني فعلا 5 متر الارتفاع. انا بجهز شاسيه حديد، بلحم التفاصيل بتاع الجسم بالحديد، وبعدها بجيب الكاوتش ده بيبقى سليم بقطعه، يعني بتعمل جزء جزء وفي النهايه بتجمعه على بعضه بالظبط. تمام. عشان خاطر برضو النسب والحجم ده والكتله نفسها، ممكن لو الوزن مش كويس او الوقفه مش تمام ممكن يقع يحصل فيه حاجه، والعوامل الجويه ممكن تاثر فيه. في المستقبل هنشوف ماتيريال او خامات تانية غير الاطارات؟ يعني في حاجه في دماغك ناوي تجود عن كده وتعمل بخامات تانية مختلفه؟ طبعا تماما، بس هي خامه اطارات السيارات يعتبر ما اتنحتش بيها مجسمات بالحجم ده، او واتعمل بيها مجسمات، فالخامه دي مفقوده وممكن يكون ليها مصدر تاني من فكره اعاده التدوير، وخاصه الفتره دي المدن زي مدينه شرم هتستضيف مؤتمر التغير المناخي عن البيئه والحاجات دي، فده جزء مساهم ولو بسيط في الفكره او الحاجه دي اللي تنفيذها على ارض الواقع يعني.
بشكرك جدا جدا استاذ ابراهيم صلاح، واتمنى وجود شباب كتيره زي